ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا من اين يقرأ؟ من حفظك لعلك واحد. هذا من الفقه، لانه يقول باب ما جاء في من لم يقنع الحلف بالله ولا يقتنع بالحلف بالله. هذا عند القاضي البين على المدعي، واليمين على من انكر. صح؟ نعم. هذا لعله ليس من كتاب التوحيد، خطا منه. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لماذا؟ ما علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ الآن هذا الحامل أكد ما حلف عليه. بماذا؟ بمعظم عندك وتعظيم الله توحيد. فإذا الآن أكد الكلام بمعظم اشتصنا، تصدق لأنك تعظم الله سبحانه وتعالى. في من لم يقنع بالحلف بالله، إذا لا بد تقتنع إذا حلف لك بالله، مفهوم؟ نعم. لكن عندنا حالات ما يمكن أن نصدق فيها الحالة حتى لو حلف بالله. أن نعلم يقينا كذب، الدعم هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف بالله أنه صادق، قل والله كاذب، نحن نعلم على كذب، صح؟ نعم. طيب، أو ترجح الكذب، إذا ترجح كذبه أيضا نكذب، إذا تساوى الأمر نصدقه، توجه صدقه نصدقه، يقينا صادق يصدق، نعم.